السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامج كيني موقت هاي خيبتي تضوى موقت هاي نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام إن أونولا بقول صدّين تضوى سنضاد مساء 137 يس ما أقتهي النبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام إن أكواسين هاي مقالة مكة المكرمة ما أقتهي النبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبيه سئن لأورنجري آزرا ما أقتها يسحابي قوينا يا خالد بن وليد إن هو يدي سل أورنجري أسماء بنت حارث ما أقتها النبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا أورنجري خليل الرحمن ما أقتها يسحابي قوينا يا عبد الله بن زبير هو يديسا إن الأورنجري أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وبرنامج كيني تحنها مؤقتها قيبتي سيد الضباط قيبتي سيداد إن شاء الله تعالى هموغانينا